سيد إسماعيل، لو سمحت لنا يجب أن نتكلم عن بعض الأشياء. أعرف الأشياء التي تبطل الصلاة، وأعرف مبطلات الوضوء ومبطلات الصيام أيضا. أنت تعرف بالتأكيد، وهل يعقل ألا تعرف؟ لذا أنا لن أشرحها لك يا عزيزي، فمن الواضح أنك تعرف هذا أكثر منا. كثير من الشيوخ المباركين والمفتين المباركين الكبار يستمرون بالشرح ويستمرون لكن لا يعلمون، يشرحون ولكن يظنون أن هذا هو الدين الحق، لدرجة أنهم ظنوا أن المناسك والشعائر هي الأساس كمبطلات الوضوء والصيام والصلاة، وكأنه لا يوجد شيء آخر في الدين نتفكر فيه. الصيام في الدين والوضوء في الدين والصلاة في الدين لا يكون بلا إيمان يا عزيزي. فلتشرح لنا إذن ما هي مبطلات الإيمان التي تتحدث عنها يا شيخي، واترك لنا الوضوء. اشرح لنا يا سيدي المفتي، حفظ مبطلات الصيام ليست بالشيء الصعب كثيرا. أنت في الأصل يجب أن تشرح لنا ما هي مبطلات الإيمان. اشرح لنا هيا. أكل حق العباد، عدم تقدير العمل، عدم إسناد العمل إلى أهله، عدم إعطاء الحق، التلاعب بالبيع والكيل في الميزان، الوقوع في الجشع، أن تقوم بظلم من هو ضعيف، أو التقرب من الشخص ذي الشأن الكبير، القيام بإشعال الفتنة، عدم المشاركة، وعدم العدل في التقسيم. أن تسمح لنفسك بحسد صديقك، قول الكذب، تغذية البغضاء،